يا كريم بونجور عليك، صباح الفل وصباح النصر بإذن الله كده. وطمنا على الأجواء عندك، وطمنا على الاستعدادات، وقلنا آخر الأخبار والكواليس، خلينا نعرف منك. يعني في البدايه كل الاتحاد والتقدير ليكي طبعا زميلتي العزيزه نهاوند، وايضا زميلي العزيز كريم، والناقد الرياضي الاستاذ احمد غنيمي. يعني في اشتياق الكل الحقيقه زميلتي نهاوند زميلي كريم لمشاهده النادي الاهلي، رغم بطوله كاس العالم والمباريات القويه جدا، لكن يعني النادي الاهلي ومبارياته وجمهوره ليه طعم بشكل كبير جدا مختلف. احنا عارفين النادي الاهلي كان ادى اداء مميز جدا قبل طبعا فتره التوقف بسبب طبعا مؤتمر المناخ، فالكل في اشتياق. ايضا كمان لعيبه النادي الاهلي الحقيقه مع الجهاز الفني كانت في استفادات كبيره جدا خلال الفتره الماضيه، يعني نصل ل 25 يوم توقف. كل الامور اللي اقدر اقول لك عليها للجهاز الفني اشتغل عليها، الجانب النفسي كان في شغل كبير جدا، الخططي، التكتيك، تحفيز الجمل، كل الامور دي الحقيقه مستر مارسيل كولر بخبرته الكبيره جدا وبرؤيته الحقيقه الصائبه، يمكن هو كمان يعني في امور بنتكلم عليها طبعا من خلال شاشه قناه النادي الاهلي، ان الحاجات دي ما بتطلعش غير من خلالنا. كل لاعب بشكل فردي الراجل بيشتغل على كل القصور اللي عنده، يعني لو في اي لعيب عنده زياده مهاره، عنده بعض الامور شويه، بيحاول يشتغل معاها بشكل فردي. الامور دي الحقيقه يعني بتدي طمانينه بشكل كبير جدا ان الجهاز الفني بالكامل بيطور بشكل كبير وعايز يحقق كل البطولات وكل الانتصارات، فان شاء الله باذن الله يستمر النادي الاهلي على ادائه المميز جدا خلال هذه الفتره. انطلاقه النهارده مباراه اليوم المقاولون ربع نهائي كاس مصر موسم 2021 2022، مباراه فيها تحدي كبير، مباراه الكاس مختلفه بشكل كبير جدا، فيمكن ده اللي بياكد عليه الجهاز الفني، التركيز من اول دقيقه، الضغط، كل الامور طبعا والمتابعات الخاصه بالهايلايتس. الحقيقه يمكن الفتره اللي فاتت او 48 ساعه تحديدا الماضيه كان في تركيز كبير جدا على مشاهدات الفيديو، نقاط القوه والضعف. مباراه الكاس محتاجه عزيمه، محتاجه قلب، محتاجه مجهود، وان شاء الله باذن الله لعبتنا كالعاده تكون على قدر المسؤوليه ويفرحها كل جمهور النادي الاهلي، ونرجع من جديد لسلسله الانتصارات كالعاده. زميلتي نهاوند زميلي كريم في فندق الاقامه، الاجواء طيبه جدا الحقيقه هنا في فندق الاقامه، تركيز كبير، انت عارفه المباراه هتكون في الخامسه عصرا، فيمكن الجدول مختلف شويه، يعني كان فطار الصباحي كان 9:30 هيكون وجبه الغداء واحده ظهرا، 2:30 هتكون المحاضره الفنيه الاخيره هنا في فندق الاقامه، على ان يتوجه فريق النادي الاهلي الى استاد الاهلي طبعا من مدينه السلام في تمام الثالثه ان شاء الله قبل المباراه بساعه ونصف او بساعتين ان شاء الله باذن الله. كل التوفيق للنادي الاهلي، اصابات كانت متواجده ايضا، كمان لاعبين بيعودوا بشكل كبير كنا محتاجينهم، على راسهم ديانج ومنعم وحمدي فتحي والسوليه اللي اعلنوا جاهزيتهم بشكل كبير جدا من خلال التدريبات، خدوا تدريبات جزئيه بشكل الفتره اللي فاتت يعني جزئي شويه، ثم بعد كده شاركوا في التدريبات الجماعيه، فكان الاطمئنان كامل. عدد من اللعيبه تالقوا، بيرسي تاو الحقيقه كان بيأدي اداء مميز واستعاد فورمته، وبنتمنى ان احنا نشوف فورمته الكبيره النهارده في هذه المباراه. حسين الشحات، كل اللعيبه الحقيقه يعني عندها الشغف الكبير جدا، ان شاء الله النهارده تكون انطلاقه جيده ويحقق النادي الاهلي فوز مهم جدا في بطوله كاس مصر. رائع جدا، يعني انت كمان طمنتلي عن اللعيبه كريم، دي نقطه مهمه جدا، احنا كنا عايزين كمان نطمن عن اللعيبه، لكن خليني برضو اروح معاك وعايزه اطمن لنقطه معينه انت حتى دلوقتي اتكلمت عنها، هي فكره فتره التوقف طبعا اللي اكيد كبيره، وكنا بنتناقش مع استاذ احمد كمان هنا عنها، ربما هي تبقى نقطه سلبيه ونقطه ايجابيه على حسب اللعب النهارده اللي هنشوفه وهيثبت هذا الكلام، لكن طمنا يعني الاستعدادات قد ايه من الناحيه الفنيه كمان مش بس الناحيه النفسيه، لان انت عارف فتره التوقف الطويله دي ربما تؤثر بشكل ليس إيجابي، فعايزين نطمن دلوقتي المتابعين ونطمن الجماهير بتاعت النادي الأهلي. يعني هقدر اقول لك الخبرات الكبيره اللي بيتميز بيها الجهاز الفني وتحديدا مستر مارسيل كولر، يعني في تنويع التدريبات، يعني اللعيب اللي بيمل لما بيكون التدريبات على طول كل يوم نفس التدريب، كل يوم نفس التقسيمه، لكن في تنوع بشكل كبير جدا في التدريب، تصحيح الاخطاء، ده كان دور مهم جدا. يمكن تابعنا خلال الايام الماضيه بعض التدريبات المنفرده، يمكن ناس قالت لك مستر مارسيل عامل جهاز جديد بيحاول ان هو يوصل فكر اللعيبه، بيحاول ان هو يطور الاداء، فيمكن الايجابيه الكبيره جدا كانت لشقين، شق عوده اللاعبين المصابين، وايضا كمان يكون في فرصه كبيره مستر مارسيل ان هو يوصل فكره للاعيبه النادي الاهلي، ان هو يحاول يصحح الاخطاء. الراجل بيركز بشكل كبير على الضغط، على ازاي ما تيأس من الضغط الكبير، الفراوده ركز معاهم بشكل كبير جدا على انهاء الفرص، الهجمات، التمركزات، كل الامور دي كانت ايجابيه بشكل كبير لعيبه النادي الاهلي. اما بتلاقي اللعيبه كمان في تعطش كبير، في ضحك، في تهريج، وفي تركيز في نفس الوقت، تعرف ان لعيبه النادي الاهلي يعني عندها تعطش كبير جدا لهذه المرحله. الملل بيكون موجود زي ما باكد لك زميلتي نهاوند من التدريبات المستمره اللي خلاص نوعيه واحده من التدريبات، الامر ده يمكن كنا شفناه قبل كده، لكن الحقيقه مع الجهاز الفني في تنوع كبير جدا، عشان كده املنا كبير، ثقتنا كبيره جدا في لعيبتنا النهارده. الدور الفني كان مهم جدا مع مستر كولر المدير الفني لفريق النادي الاهلي، اللي بتمنى له يكون موفق في اختيار التشكيل في ادارته على مدار ال 90 دقيقه، ويا رب ان شاء الله يكون يوم نصر لفريق النادي الاهلي النهارده. رائع جدا، احنا ان شاء الله متفائلين يا كريم، وتحياتنا طبعا لو قابلت اللعيبه مره ثانيه دلوقتي قبل المباراه تسلم لنا عليهم وتقول لهم، يعني كنت تقول لهم كلنا في الانتظار باذن الله المباراه القويه والكامباك اللي بيتقال عليه، يعني تبقى ضربه بدايه ايضا موفقه.
اي استفسار يا باشا؟ انا زي الفل. انا زي الفل. والحقيقه كريم كالعاده ما بيسيبناش اي ثغره ولا اي فرصه ان احنا نسال سؤال، لان دايما الحقيقه تغطياته هو وكل زملائه وزميلاته. شكرا جدا زميلنا العزيز المتالق حقيقي كريم احمد.